السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الإخوان؟ نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة وتكونوا ناشطين ناشطين. بالأجهزة اللي جاتني كاين واحد الجهاز، هذا آيفون 6 الله أعلم، فهو به مشكل كما يقول الزبون، هو لا يشحن وكذلك الحرارة يعني لم أتذكر بالضبط، ولكن سنفتح الجهاز البوكس ثم نحاول معرفة ما هي المشكلة. وبطبيعة الحال هذا الجهاز تم الاشتغال عليه، يعني هذا الجهاز تم الاشتغال عليه، فكما قلت لكم هذا الجهاز أتى من الدار البيضاء، وأنتم تعلمون ذلك أن في الدار البيضاء تعلمون ذلك. المهم أخبار فرنسا، سنحاول معرفة هذا الجهاز. هذا هو آيفون 6 وما زال به، يعني إذا سأقوم بإزالة البراغي كلها ثم سأقوم بإزالة البراغي كلها ثم سأقوم بإكمال التصوير. بعدما قمت بفتح البوكس و إزالة البراغي كلها، نعم موجودة هنا إزالة الشاشة، سنقوم الآن بفحص الجهاز قبل البدء بأي شيء ومحاولة معرفة ما هو المشكل بالضبط أو لماذا لم يتم إصلاحه أو غير ذلك. سنعرف كل شيء إن شاء الله. طيب إن شاء الله سنقوم بإذن الله الواحد الأحد بمعاينة ومعرفة كل شيء بإذن الله. كما تشاهدون هنا فالمشكل هنا لدينا شورت، نعم لدينا شورت في الجهاز، الآن سنتجه إلى المرحلة الثانية، الطريقة الثانية. كما نشاهدون فالجهاز، يعني كما تشاهدون فالجهاز تم التعامل معه و حاولوا إصلاحه. أحاول أن أرى هل هناك أثر. كما قلت لكم فالجهاز نعم تم رفع المنظم وتم رفع أو التسخين فقط، إن الرزينة موجودة. ثم رفع من قبل نان فلاش، طيب سنحاول تشغيل الكاميرا الحرارية ومحاولة معرفة المشكل أين يوجد، وهذا سيسهل علينا الأمر بطبيعة الحال. الآن سننتقل مباشرة، فكما نشاهد هنا في المخطط فمسار في سي سي مان يمر على الكثير من القطع وكثير من الأيسيات كما قلت لكم،
وسنقوم الآن إن شاء الله بمحاولة معرفة المشكل بالضبط. وبطبيعة الحال سأقوم بحقن الفولت، يعني لن أقوم فقط ب يعني لن أقوم فقط بشبك الجهاز، سأقوم بحقن الفولت مباشرة على هذا المسار لنعرف بالضبط أين يوجد المشكل. وقبل ذلك يجب علي صراحة أن أقوم بإزالة على الأقل هذه الحماية فوق، وإذا استمر سنقوم كذلك بإزالة الـ RF Shield سواء جهة CPU أو جهة البيزباند. سنقوم بفتح وبإزالة هذه القشرة الموجودة هنا على AC Power. سأحقنه هنا في أي منطقة يعني يكون في الحقن بشكل جيد وسهل أيضا، ومن ذلك سأقوم به. لا ننسى أن حرارة اليد أيضا ستظهر في الشاشة. هناك إذا لاحظتم فهناك بعض الحرارة في هذا الآي سي، نعم، ولكن آي سي التاتش يعني لا يمكن أن يكون فيه، أو نقول يعني يمسح كله من هذه الجهة أمام التايجريس. وسأزيد الفولت بعد شيء. انظروا في الـ NFC، نعم، هنا في هذا الـ IC لاحظوا معي، فيعطيني حرارة هنا هي ضعيفة شيئا ما، يعني 25 درجة، ولكن على الأقل يعني عرفت أن الجهة التي سنشتغل بها هي هذه الجهة. طيب سننتقل مباشرة إليه بإذن الله بدون على هذا الآي سي. الأرجل التي يمر عليها البوز هي هذا الرجل وهذه. لا زال المشكل قائم. نعم. وقلت لكم لا زال هناك المشكل. نعم. وفي هذا الحال المسألة لا تقتصر فقط على هذا الآي سي، فهناك في جهة أخرى يوجد السيات كذلك، بطبيعة الحال ربما يكون منها هذا شيء وارد، نعم، ولكن قبل
ستتخذ القرار السليم في هذا الحال وسنتجه إلى المسار أو المنطقة الأخرى ونقوم بعمل تقليل الضغط ومشاهدة بدقة أكبر قبل أن أفعل الكابسولات بطبيعة الحال. ذلك ما سنقوم به بإذن الله، وكذلك سأقوم بإعادة الأي سي إلى مكانه، لأن هذا الأي سي ليس هو المشكل وليس هو صاحب المشكل بل هو المسكين. لكن نطلقه حتى يبرد، لأن هناك قطع صافنة. طيب سنتركه يبرد قليلا وننتقل ونزيل الـ RX على الـ CPU، وهناك الكثير من القطع أيضا كدرايفرات بطبيعة الحال، وكلها يمر عليها فولت الرئيسي بـ 600، وسيظهر لنا بشكل أفضل أيضا. سنرجع بطبيعة الحال إلى هذا الملف لإعادته، نذكره بشكل أفضل مما هو راكب عليه الآن. سننتقل الآن أحبتي سننتقل إلى الجهة الأخرى بإذن الله. الآن بدأنا في التصوير هنا و قمت بإزالة الـ RF Shield وسأقوم بحقن الفولت هنا. آسف، نعم لاحظوا معي. أيضا هذا الملف ملف الباك لايت وكذلك هذه الكباسيتورات، فهنا يعطيني حرارة أيضا. طيب سننتقل للجهة الأخرى، لا عفوا آسف، سأقوم بحقن الفولت مرة أخرى. نعم أقوم بحقن الفولت مرة أخرى لنعرف درجة الحرارة التي يصل إليها هنا. هو يعطيني أن في هذه المنطقة بالضبط، نعم 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 هنا بالضبط، يعطيني أن درجة الحرارة 38 تصل إلى 38، وهو في هذا الدرايفر الخاص بالإضاءة. نعم، سنقوم بتنظيف ألو أسف أحبتي، فمكالمة جاءت على لدينا كما نقول. سأقوم برفع هذا الفولت مباشرة وسيظهر لنا أن يوجد المشكل. لاحظوا معي احبتي، ربما زال شوط. سنقوم ب، انتم تنظرون هناك الى الملتيمتر، سنقوم بفحص. نعم لاحظوا معي، فلم يعد هناك شوط. نعم القيمة عادت كما كانت في اصلها. نعم ولكن هنا يجب تغيير الاي سي. نعم سنقوم بتغيير هذا الاي سي، وهذا الـ IC سنعمل له مثل هكذا ثم هكذا. والله لا يريد أن يدخل. طيب هنا
سبحان الله ملعون هذا الايس. اقوم بتنظيف المكان وناتي بالايس. ثم نقوم بعمل تيست لمعرفة هل كل شيء جيد. سنقوم الآن بعمل تيست للجهاز، ذلك ما سنقوم به وسيظهر لنا. فإذا كان هناك مشكل آخر سيظهر بطبيعة الحال. كما نلاحظ أن ليس هناك سحب في الأول ولا في الآخر، لا هناك كما نشاهد. فالجهاز اشتغل، وهذه الشاشة ليست شاشته، هذه الشاشة الرسمية له، هذه هي. نعم هو الآن يشتغل، نعم، والتاتش يشتغل لأن كنت خايف أن التاتش، لأن الحرارة كما شاهدتم، فقمنا برفع الـ NFC وهو قريب جدا من IC التاتش، وكذلك قمنا بالاشتغال في الجهة الأخرى، وكذلك هي يعني في مقابلة لـ IC التاتش بطبيعة الحال. سنقوم بتشغيل الآن شاشته الأصلية، نعم، و أنتم أيضا لابد من أن على الأقل تشجيع أن تقوموا بعمل لايك بكثرة، وكذلك شير، ولمن لم يشترك في القناة فليشترك كي نقوم بعمل العديد من الفيديوهات. وكما ذكرت في السابق، في بعض الأحيان أقوم بعمل العديد من الفيديوهات، 20 و30 فيديو، وفي الأخير أقوم بمسح كل شيء. السبب ليس فقط أنني أريد وضع الفيديوهات، ولكن فالمونتاج الفيديو وتحرير الفيديو فيأخذ مني وقت طويل صراحة، وكذلك في التصوير، فكما تشاهدون وشاهدتم في الفيديوهات السابقة التي هي موجودة في على قناتي، والذكر فقط فهي أكثر من 200 فيديو موجود. فتجد أن يعني تقوم بالتحرك من مكان لمكان لأحاول أن أقرب لكم وبشكل واضح كل شيء. نعم شاشته الآن هي تشتغل، نعم لهذا كأقل تقدير لما نقوم به. كما قلت لكم أقوم بمسح لو كان هناك الكثير من الاهتمام بهذا المجال فربما سنقوم بعمل أقوم بعمل تلك الفيديوهات. نعم جيد جيد جدا الآن كما تشاهدون. نعم هذا هو، نعم نعم. فسنقول الآن خير ما نختم به الكلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، السلام عليكم.